بأنه وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650 وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها جرحى وقتلى باشتباكات قبلية أخرى داخل سوق مدينة كادولي في ولاية جنوب كردفان. أحداث كسلات تثير مئات الأسر للنزوح من الأحياء للحامية العسكري والمدارس والوضع الإنساني. قديم في عملية نهب مسلح على عربتين بالقرب من مدينة نرتتيه في ولاية وسط دارفور. 12 حالة إصابة جديدة بالكورونا في التضاريف والنيل الأزرق تكرر إقلاق أسواق التموزين والروسيرس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وجرح